أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة مباركة. اليوم طبعا راح نتكلم عن يعني مجلة الرياضي العربي، راح نتكلم عن العدد طبعا 14 أعتقد من هذه المجلة، وهو طبعا عدد 14 صدر يوم الخميس 19 أغسطس 1971. يعني هذه المجلة أبو فهد، أو عفوا خميس، نعم 19 أغسطس 1971، هذه المجلة أبو فهد كانت تصدر بشكل أسبوعي. وهني طبعا لقاء مع البطل العراقي العالمي السعداوي، هذا طبعا صورة خلاف. نروح إلى طبعا على طول إسحاق مرتضى. إسحاق مرتضى نجم النادي العربي، نجوم الملاعب، طبعا هو أحد لاعبين الصاعدين هذا العام إلى الفريق الأول ذاك الوقت، قد يعني قدم تعرف طريق المرمى وأصبح نجما من نجومه، ولقد مثلنا هذا العام دوليا في دورة شباب الناشئين تحت 20 سنة بطوكيو باليابان. إنه الجناح الأيسر إسحاق مرتضى علي حسين، عمره 19 سنة، يعمل طبعا في وزارة البريد، لعب طبعا الكرة وعمره 7 سنوات بالشوارع في حي شرق، ثم مدرسة كاظمة الابتدائية، ثم إلى مدرسة المنتخب المتوسطة والجرير المتوسطة، انضم إلى النادي العربي عام 1964. ما لعب نادي غير العربي، يقول عربي في دمي. لعب لمنتخب ناشئين فهد تحت 20 سنة. المدافع اللي يعمل له طبعا ألف حساب، أعمل لكل مدافعين حساب بالاستثناء، ويجب عدم الاستهانة بأي طبعا أحد فيهم. كلام جميل صحيح. اللاعبين اللي ارتاح اللعب بجانبهم علي الملة، عبد الرحمن دولة، عبد العزيز مكي، وجواد عاشور. مدرب اللي اكتشفه بورهي كارول، هذا بورهي وايد اكتشف أكيد، هذا عاش العربي معاه نفس ما ديف مكاي. نعم بورهي من المدربين اللي قدر يحقق انجازات مع النادي العربي. نعم في فتره 60. بس انا اكثر من لقاء تناولناه فهد، صح بوري اغلبهم يعني يقولون اكتشفهم بوري. بوري صحيح. نعم. وايضا في مدرب ثاني اسمه تاديتش، نعم هذا ايضا اكتشف مجموعه من اللاعبين ضمن سعد الحوطي. نعم. رايك المدرب الاجنبي؟ يقول مدرب ممتاز من ناحيه الخبره والتدريب، ولكن ينقصه فهم اللاعب العربي واللغه. تكلم طبعا أحسن مدرب موجود في الكويت، يقول هو مدرب نادي القادسية، أحسن مدرب أجنبي موجود داخل الكويت، وأحسن مدرب عربي هو مدرب طه الطوخي. مثلا أعلم اللاعبين جاير جارزينهو برازيلي، من اللاعبين العرب طه بصري، أحسن لاعب كويتي مرزوق سعيد. وهم تكلموا عن تأمين على اللاعبين، يعني أكثر مرة تطرقون إلى تأمين على اللاعبين. كذلك أحسن حكم كويتي عبد الوهاب البناي وعبد السلام الياقوت، تكلم طبعا عن أمور كثيرة يعني في هذا. طبعا أيضا جبر الجلاهمة أيضا من الحكام المميزين، لكن نعم. جبر ما يحكم العربي. نعم. لأن أساسا هو عرباوي، فما يحكم العربي، لذلك نعم. ما يقدر يقولون لك والله من أفضل الحكام لأنه نعم. ما حكم. ما شاء الله ملاحظة. فلما يتكلم عبد السلام الياقوت عن طريق نادي نعم. الكويت، نعم. عبد السلام الياقوت هو عبد الوهاب البناي نعم. نادي القادسية. نعم. هذه صورة جماعية أبو فهد لنادي العربي معاهم طبعا إسحاق مرتضى، وهذه صورة شخصية للاعب إسحاق مرتضى. طبعا الكابتن إسحاق مرتضى من النجوم اللي صعدوا في تلك الفترة في بداية السبعينات مع النادي العربي، مع جيل يعني أنا أسميه يعني بالنسبة للنادي العربي ما قدر نعم. أنه يحقق نتائج في نعم. ظل وجود نادي الكويت ونادي القادسية في بداية نعم. السبعينات لنهاية السبعينات، يعني نعم. لغاية تقريبا موسم 78-79 بدأ النادي العربي يصحى ويعود، يعني تشود هالجيل هذا يعني انتهى، اللي هو جيل إسحاق مرتضى نعم. أيضا مجموعة من اللاعبين، علي الملة لحق وياهم، يعني لحق على القديم علي الملة، ولحق على جيل عبد الله بلوشي والنجوم هذه، لكن في نجوم مثل عبد النبي حافظ ايضا كان وياهم، مجموعه من اللاعبين إسحاق مرتضى كان وياهم، علي فرج، عادل عبد العزيز، مجموعه من اللاعبين ما قدروا يتوفقون يفوزون في بعض المباريات. ايش رايك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقيه الحلقه؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعناكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا. احنا كنا في البارت الأول مع جريدة أو مجلة الرياضي في 19 أغسطس 1971. هذا كنا صورة العم عبد العزيز المخلد. الاتحاد الكويتي لكرة القدم ما حضر اجتماع مجلس إدارة رحمة الله عليه. يعني الحضور أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس إدارة، رائد عبد العزيز المخلد أمين السر، خليفة الفليج أمين السر المساعد، خميس طلق عقاب عضو المجلس، سعود العجيان عضو المجلس، يوسف الهزاع عضو المجلس، عبد الوهاب البنائي سكرتير لجنة الحكام، وفيق أبو بكر مدير الاتحاد، وتخلف عن الحضور لسفرهم كل من السادة الدكتور عبد الحميد مطر، عبد الحميد حسين، وصالح البدالي. طبعا اعتمدوا محاضر اجتماعات والميزانيات. طبعا تكلموا عرض كتاب الاتحاد الإيراني لكرة القدم اللي تضمن موافقته على اقتراح الاتحاد بإقامة المباراة الأولى بين إيران والكويت في طهران يوم الجمعة 3/12/1971، والثانية في أثينا، وقامت مباراة ثانية بالكويت وإيران بالكويت يوم الجمعة 1/3/12/71 في نطاق أدوار تمهيدية الدورة الأولمبية 20، وقد وافق المجلس على أن يسافر الفريق إلى إيران قبل الموعد اللي حدده الاتحاد الإيراني اللي هو طبعا بيومين أو 3 أيام على الأقل حتى يعتاد اللاعبون. هذه مباراة العودة لعبناها في أثينا، نعم، ما لعبناها بالكويت. ناقش مجلس الإدارة موضوع التعاقد مع المدرب بروشيتش. الله، شوفني موضوع على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الاتحاد على الفترة التي يعمل فيها المدرب في الكويت سنة 1963، والأسباب التي دعتها لترك الكويت بدون تجديد تعاقده الذي كان يسعى إليه الاتحاد. وقد رأى مجلس الإدارة أن يتم تعاقد بينه وبين المدرب المذكور على أن ينص في العقد صراحة أن تكون هناك فترة اختبار لمدة 3 أشهر تقييمه. طبعا بروشتش درب منتخب الكويت في كأس الخليج 72 بعد ما كان دربها في البطولة، نعم، الأولى طه الطوخي، نعم، في 72 دربهم، وفي 74 أيضا في كأس الخليج الثالثة دربهم، نعم، لغاية 75 بعدين، نعم، تم التعاقد، نعم، مع زقالو. أحمد السعدون رئيس اتحاد كرة القدم سافر لكوالالمبور لاشتراك في الاجتماعات التي يعقدها اتحاد كرة القدم الآسيوي للتمهيل للدورات الآسيوية في الموسم القادم. وصل الكويت مدير تحرير جريدة الرياضي سيد عثمان عبد الله الراشد قادما من القاهرة. سهيل بقريس لاعب كرة السلة في نادي القادسية قرر الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت. سيعقد اجتماع لاعبي فرق كرة يد بالنادي العربي يوم السبت موافق 21/8/71 الساعة 5. بأن طبعا الأستاذ غريب مرزوق مدرس التربية البدنية ولاعب كرة اليد السابق ومدرب ناشئين سيتولى تدريب فريق الدرجة الأولى وفريق الناشئين. هذه صورة طبعاً غريب مرزوق أحد لاعبي كرة اليد في النادي العربي، كان لاعبها مميزين. مرزوق سعيد لعب وياهم باليد أذكر، نعم. طبعاً عندنا خبر كذلك صنة تجوري وغازي. تجوري هذه صورة، صورة النادي العربي الله. هذه صورة لها ذكرى حميدة باندماج الأندية سنة 1960، صحيح، وتمثل هذه الصورة أسماء لاعبي فريق العربي، وهذه أول خطوة يخطوها اللاعب عبدالله العصفور عند نزول الملعب للدرجة الأولى. سلام. وايضا تمثل هذه الصوره المباراه على كاس صاحب سمو امير البلاد معظم بين فريقي العربي والكويت، وكانت نتيجه صالح فريق العربي. هذه وينك يا يوسف الفارس؟ هذه اول صوره للكابتن عبد الله العصفور. طبعا نمسي عليه بالخير ابو عبد الله يوسف الفارس. يوسف الفارس من رجعي المتيمين، نعم، يحبون الكابتن ابو عابد، نعم، عبد الله العصفور هو يستحق الشيء، نعم، هذا من الاسماء طبعا. هذه اول صوره له، اول 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 مره يلعب بالدرجه الاولى، نعم. اسماء طبعا هذا اول أو اي سنه قلنا 1960 اسماء، هذا اول فريق النادي العربي، نادي عربي. اسماء عبد الرحمن دوله، ابراهيم سماره، عبد الله العصفور، احمد حميده، علي ناصر، دسمان بخيت، حبيب الخطيب، منصور المنصور، حسن ناصر، والفقعان. منصور المنصور يقصد المخرج رحمه الله عليه، إيه، والفقعان طبعا المخرج منصور المنصور العرفج. اي نعم. طبعا مع الصوره الجميله لفريق النادي العربي في اول ظهور له بعد دمج الانديه سنه 1960 نصل لنهايه حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد عبد الجليل، الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.